الإدارة هي أساسية لإنجاح عمل الجهات. لا يمكن أن نتصور يعني الجهوية المتقدمة كمبدأ ويعني كمجلس ذو صدارة بدون إدارة قوية. ولذلك الهيكلة الإدارية وتقوية القدرات والكفاءات داخل الإدارة هي أساسية من أجل إنجاح الورشات. وفي هذا يعني في هذا التوجه قانون تنظيمي للجهات جاء ب يعني مواد كثيرة حول التنظيم، حول التسيير، حول إدارة الجهة، حول الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، من أجل يعني إعطاء الموارد اللازمة يعني الوسائل اللازمة للجهة من أجل أن يعني تمارس صلاحيتها. لا يمكن أن تمارس، نحن نمارس صلاحيات اليوم، هناك أيضا ميزانية مهمة التي اليوم تصب عند الجهات لم تكن قبل ذلك. هناك أيضا واحد نوع من يعني من استقلالية القرار عند الجهات، وخصوصا يعني تقوية القرار الاستراتيجي عند الجهات، لأن الجهة اليوم هي مسؤولة على البرنامج التنموي الجهوي. الجهة اليوم هي مسؤولة على مشاريع استراتيجية ذات بعد اقتصادي جد كبير، ولذلك لابد أن تكون أيضا لديها الوسائل المادية ولديها الوسائل الموارد البشرية من أجل تتبع هذه الورشات. اليوم الهيكلة تضم واحد العدد من يعني المديريات التي بدأت تتواجد في جميع الجهات، ولكن كما قلت سابقا هي غير كافية، لأنها تنص بالتحديد على عدد من مدراء مديرين ومديرية أو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. وفي هذه الإدارات أو المديريتين اللي عند الجهات لابد أيضا من تكميل الهياكل داخل كل مديرية، أي بمعنى أن يكون فريق عمل منسجم، فريق عمل يعني له تحفيزات، فريق عمل يشتغل في مناخ عمل ليكون يمكنه من الاستمرارية. وهنا عندنا مشكل كبير، هو مشكل الاستقرارية. أولا مشكل تحفيز الكفاءات، مشكل الجاذبية ديال المجالس الجهوية، ولما يكون هناك تحفيز وجاذبية كاين مشكل ديال الاستقرارية. عدد من المجالس اليوم إلى شفتوا التجربة المغربية، عدد من المجالس تم فيها تغيير المدراء مرة أو مرتين، في بعض الأحيان يعني لم يتمكن مجلس من إعادة يعني إدخال أو جذب مدراء وغير ذلك. ولذلك هذه النقطة الموارد البشرية هي جد مهمة. كاين أيضا واحد مسألة أخرى، هي النص، هي القانون الأساسي لموظفي الجامعات المحلية، الذي وهو قانون جد منتظر من طرف جميع موظفي المجالس الجهوية، لأنه سوف أولا يوضح الصلاحيات، ثانيا صلاحيات الموظفين، ثانيا يعطي أيضا واحد إطار قانوني لهاد الموظفين، ثالثا يعطيهم ايضا تحفيزات وتوجه حول عبر يعني المستقبل. لا يمكن ان نتخيل قانون اساسي لموظفي الادارات العموميه وليس هناك قانون اساسي لموظفي الجامعات الترابيه. هناك ايضا يعني نقاط كثيره بما فيها ايضا الاخوه تكلموا على التكوين. اليوم من صلاحيه الاداره او الجهه هو تكوين المنتخب والاطر، ولكن هناك غياب تقريبا شبه تام لتكوين الموظفين، ولذلك لابد أن يكون توضيح في النقطة هذه، ويكون تكوين الموظفين أيضا هو من صلاحية الجهة، ويكون أيضا هو يعني نقطة يمكن أن تحفز الكفاءات داخل الجهة. هناك عدد من النقط الأخرى، أيضا إعادة النظر في بعض الأحيان في الهيكلة، هل الهيكلة هي يعني الهيكلة التي يجب استمرار باشتغال بها، خصوصا اننا مثلا هناك المديريه العامه للمصالح عندها عدد من المصالح، عندها المصالح التقنيه، عندها المصالح الماليه، عندها المصالح البشريه، يعني وهي مجالات جد مختلفه. ولذلك هل يمكن يكون اعاده نظر في هذه الهيكله، وتكون هيكله مجاليه، تكون تاخذ بعين الاعتبار الدور الاستراتيجي للجهه من اجل خلق مديريه للدراسات الجهويه،
الدراسات الاستراتيجيه والتوثيق، يكون فيها ايضا واحد نوع اداره تقييم والتتبع، لان المراقبه هي جد مهمه. تكون ايضا عندها مصالح ترابيه، لان الجهه هي واحد العدد تكثل ديال الاقاليم، ولابد من ان يكون ايضا تتبع الاقاليم، لان الجهه لابد ان تشتغل بتنسيق مع المجالس الاخرى، ولابد أن تكون على عين بما يقع في المجالس الأخرى وفي الأقاليم وعلى مستوى المصالح الخارجية. وهذا النوع من المعلومة أيضا اليوم ليس بالضروري أنه يعني غير مقنن، يعني ليس منظم أو مهيكل داخل الجهة.